وفاق سطيف حامل اللقبين البطولة والكاس وضع آخر اللمسات تحسب للموسم الجديد بقيادة المدرب الفرنسي فيلود بعد اكتمال برنامج التحضيرات. تعداد الفريق تجدد بنسبة كبيرة، 13 لاعب من الركائز فضلوا تغيير الأجواء، ولدى الإدارة ثقة كبيرة في العناصر التي تم انتدابها للدفاع عن ألوان الفريق. ويبقى سقف طموح الجميع أداء موسم قوي محليا، كما تعود على ذلك أنصار الوفاق والجمهور الرياضي الجزائري، وأيضا بلوغ دور المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا.